مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. فالنهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة اللي مهمة ومهمة بزاف. حقا انا كنعتبرها هدية لكل متتبعي القناة دي دو سامودي اينما كانوا. اذا الحلقة ديال هذا النهار وهي فوائد الملح في تربية الارانب. يعني شحال من واحد غادي يسولني واش ممكن ان الملح يكون عنده فوائد للأرانب. أنا هذه الحلقة غادي نقدمها في الحقيقة، يعني هذه الفوائد هي في الحقيقة غير مباشرة أو فوائد عكسية، يعني ماشي أنا غادي نقول لكم يعني أعطيو الملح للأرانب وغادي مثلا غادي يسمنوا ولا غادي تكون واحد يعني واحد النتيجة، وإنما تعاملوا مع الأمور بذكاء و بواحد يعني بواحد الذكاء. حنا كنهضروا على الذكاء. اذا اول حاجه وهو الملح، ملي غادي نعطيوه للارانب ديالنا اشنو غادي يوقع لهم؟ الارانب ديالنا الاغلبيه ديالهم كي ما كيبقاوش يشربوا الماء. حنايا اشنو كنديروا لهم؟ كنديروا واحد العمليه ديال التعطيش، يعني كنعطشوهم. يعني ممكن ان شحال من واحد يعني مربي ارانب عاد بادي مثلا مبتدئ او يعني محترف غادي يفهم هذه الهضره اللي كنقول. بالنسبه للارانب اللي كتكون يلاه ولدت، يعني الامهات اللي الله ولدوا، اشنو كيوقع انهم ما كيمشيوش يبقاو يشربوا الماء. وهذا هذا عدم الشرب ديال الماء اسمو كيوقع لهم انهم كيضروا هذوك الخلفات الجداد. علاش؟ لان ولو كان نقولوا العدد ديال الحلمات ديال الام قد العدد الصغار، ولكن الحليب ما كاينش في ديك الحلمات. يعني تخيلوا معايا ان ام ما فيهاش يعني الحليب، والمربي داير المجهود ديالو وداير السيكالين ديالو مسائل وصارف فلوس ديال بصح، ولكن في الاخر كيتفاجئ بالنتيجه ان هذوك الصغار ما كيكبروش دغيا اولا، ويعني المشروع كيبقى كيتدمر كي 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 شويه بشويه. علاش؟ لان ما فهمش اشنو هو الحليب في الجسم ديال الام. الحليب في الجسم ديال الام هو بمثابه انتيبيوتيك اولا، بمثابه تسمين، بمثابه يعني الحياه ديال هذاك الصغير. كيتفاجئ ان كيبقى يموتوا له هذوك الخلفات الصغيرين، يلاه باقي فيهم واحد شويه يعني الحيمات، كيبقى يتفاجئ ان كل نهار كيموت واحد. علاش؟ لان هذاك الحليب يعني ما غير كافي لهذوك الصغار. ممكن ان واحد مثلا نقول واحد الخلفه فيها 10 مثلا كيسلكوا منها مثلا النص وكيبقى النص، او كيسلكوا منها 4 وكيبقاو 6، هو ما فاهمش علاش. هاد الطريقه هذه راها مجربه وجد مجربه، وهي الملح. الملح الطريقه ديالو ديال الاستعمال ماشي غادي نمشيو وغادي نكبو مثلا واحد ملعقه كبيره ونكبوها مثلا في نص كيلو ديال السكاريم ولا كيلو مثلا ديال السكاريم، لا. ممكن ان يعني المقادير هي كالتالي: ممكن انكم تحطوا نصف ملعقه في كيلو ديال السكاريم او ربع ملعقه، كاع ماشي مشكل. هي خاص الارنب غير يذوق هذاك يعني داك الملح، وكونوا متاكدين غادي غير يذوقوا مباشره كيمشي لمن كيمشي لهذوك الاكل اللي انت حاطو له، كيذوق منه هذاك الملح وكيمشي الماء مباشره. الا مشى الماء مباشره كيولي اولا كيشرب الماء مزيان. تخيلوا غير في الصيف معانا يعني الارنب ما كيشربش الماء. حنا دابا في الفتره ديال الصيف راه ممكن انكم هاد الطريقه ديال الملح يعني غادي يعني داك الميزان ديال الماء اللي ما كيشربوش، يعني ديك المعادله غادي تلقاو نتوما النتيجه ديال ديك المعادله، انكم يعني بغيتوهم يشربوا الماء. الناس اللي عندهم خلفات في الحراره هذه، راه الارانب الماء كيوليو انت كتمنى انهم يشربوا الماء. علاش؟ لان الماء راه وجعلنا من الماء كل شيء حي، ضروري انهم يشربوا الماء. بالاضافه ان هذا الملح ماشي غير قضيه تعطيش
وانما هو كذلك فاتح للشهيه. كنا متاكدين ان الناس اللي عندهم ارانب فيهم داك التسلسل، يعني عندهم الظهر ديالهم صافي متسلسل وفقدوا الشهيه، ما كاينش الحل ديالهم، يعني كيبقاو كيشوفوا فيهم حتى كيموتوا قدام العينين ديالهم. كاينه هذه الطريقه، هذه ديروا واحد شويه ديال الملح في الماء، عفوا مع الماكله، اسمو غادي يوقع ملي غادي يذوقوا هذاك الملح، الجسم ديالهم كيكون مرتبك، ما كيكونش فيه يعني كاين واحد الخطا. الملح اسمو كيدير كيفيقهم، كيفيق لهم ديك الغريزه ديال 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 دي الاكل ديالهم، كتبدل عليهم الجو ديال الماكله، يعني ايا كان، يعني فصه ولا نخاله ولا ممكن حتى الذره كاع، ياك الذره الطعم ديالو حلو وانتوما كتعطيهم الذره، ملي كتعطيهم معاهم شويه ديال الملح يعني التذوق ديالهم كيتبدل عليهم، وممكن انهم يسترجعوا القوه ديالهم غير من ديك الخريصه ديال الملح. ناهيك على المرضعات، هذوك المرضعات ضروري الملح، لان المرضعه يعني حنا ما نهضروش على المرضعه ولكن نهضروا على يعني الارنب، الارنبه اللي يلاه ولدت من لابد ما كطيح شويه في الوزن. ملي كطيح في الوزن كتلقاها يا اما بقى مهتمه بالصغار ديالها ونايضه انها ترضعهم ويعني خدامه معاهم مزيان، وكاينه الام اللي كتسمح في الصغار ديالها. علاش؟ ان كتكون ضعيفه مع داك الشيء ديال يعني الولاده، وكتكون الدم وكيكون داك الحراره ديال الجسم ديالها كتكون يعني مرتفعه، وكتكون هي مسكينه بحال نقولوا فقدت من الوزن ديالها، يعني خصها واحد الطريقه ديال التعامل، خصها كيفاش نتعاملوا معاها، كيفاش ممكن ان نديروا لها واحد معلقه ديال العسل، عسل عادي ماشي بالضروره يكون انه غالي، عسل عادي، وممكن غير سكره كاع ديرها لها مع الماء وتخليها تشرب من هذاك الماء يعني تبدل عليها المذاق. حنا التعطيش او اضافه بعض يعني الحلاوه في الماء، هي كل شيء هذا الشيء عباره عن على تبديل في المذاق ديال 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 الاكل. ملي كيتبدل لهم المذاق ديال الاكل كي الجسم كينتعش، كيكون خاصو واحد الماده كتعطيوها لهم وكتساعدهم انهم ينوضوا يبدلوا الحيويه ديالهم، كتبدل والنشاط وكيوليو كانك عطيتيهم فيتامين. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم تتعاملوا مع هاد الارانب وهاد الموضوعات ديال 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 دي التربيه ديال الارانب، حاولوا تتعاملوا معها بذكاء، يعني انتم غتعطيو الملح ولكن غادي 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 ماشي غادي انهم يديروا لهم بزاف ديال 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 دي الكميات، وغادي غادي هما غادي 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 طرا فيهم شي حاجه ولا لا. تعاملوا بذكاء، اسمه هو الذكاء، هو انكم تخليوا الارانب ديالكم يعطشوا، تعطيش هي عمليه تعطيش ببساطه، عمليه تعطيش. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه حلقه مهمه وراه كنعتبرها هديه لكل المتتبعين دي دو صامودي. كنشكركم على التعاليق ديالكم، ما تنساوناش بزير الجيم، ضروري انكم ديروا جيم للقناه باش يعني القناه تستمر، وممكن اننا نبقى نصيفط لكم فيديوهات بحال هذا الشكل هذا. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجرس الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.